كوستا لمراد باتنا، يحاول يمر امام اثنين وكره فيها مرور وتقدم امام اثنين والكره لا زالت خطيره 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 خطيره. اوه اوه على كره خطيره جدا، كانت ما بين الاقدام، كانت تكون بتمر مع التعادل في الكره الماضيه. توصل لفهد، فهد محمد، الفت لا يستسلم، ممكن ان يعود مع مراد باتنا الخطير. مراد باتنا يحاول يمر ويلعب كره عرضيه، جول الفتح العنيد سفيان بن دبكه يضع الثالث 3-3. هذا النموذج يظهر أداته وقوته في مثل هذه اللقاءات. يا عيني الفتح يسجل لفرح جمهور الحسا، وكرة ملعوبة بالراس من جانب سفيان بن دبكة، أكثر من لعبة وأكثر من كورة وأكثر من نقلة عرضية ملعوبة في المكان السليم. مراد باتنا بيمر بشكل رائع جدا هذه الكورة، لا يستسلم الفتح مع أكثر الكرات. مراد باتنا الحل الخطير ويلعب كرة عرضية، وسفيان بن دبكة يعادل النتيجة 3-3 في أجواء حقيقة أريبة بين الفريقين. هذه كرة ملعوبة من جانب مراد باتنا، وسفيان بن دبكة يطعنها طعنة بالراس، وكرة بتوصل معها 3-3 لمصلحة الفتح والاتحاد. ياهي مباراة، ياهي مباراة صعبة جدا لمصلحة فريق الفتح، يعود في هذا اللقاء ويسجل الثالث عن طريق الجزائري، واحد من محاربين الصحراء.